سعيد. بسم الله الرحمن الذي سيلحق سيلعب الملحق ليوناردو تيتي برازيل. اليوم البرازيليون يريدون أن حراسة المرمى إميرسون على الجهة اليمنى، ألكساندرو على شكرا جزيلا فالنسيا مهاجم نادي فينيرباخشي أمام نجد إنير فالنسيا رفقة ميكائيل. الحكم الكولومبي يعطي إشارة انطلاقة هذه المباراة على جهته اليسرى أو كانت عن طريق إنير فالنسيا والتغطية دفاع. لعبة كانت رائعة في القائمة الثانية إستوبينيان في تنفيذ هذه الكرة خطيرة في قلب الهجوم ماتيوس كونيا. اليوم بريسيادو كرة صعبة، بريسيادو مازال التوزيع خطيرة وغاليسون نهاية التصفية. طبعا فوزان سيؤهل 35 مواجهة بين المنتخبين، برازيل فازت 27 مرة. فينيسيوس اختطف الكرة حول مور، فينيسيوس كرة رائعة كرة صعبة فينيسيوس، الكرة مرفوعة من كوتينيو وخروج رائع من هنالك ما زالت الخطورة التسديدة وغول، ما زالت كوتينيو الهدف الاول من كره الجهه اليسرى يرفع كره في القائمه الثانيه. اوبا با 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 جول. نقاط قبل اربع جولات ولكن الصراع سيبعث. تنسيا كره بعيده فاتت الكره كادت توصل تكون امام منافس من حجم الاكوادور. طبعا بار في لعبه كره القدم، طبعا مواجهه البرازيل والارجنتين، وهذا تيتي مدرب البرازيل منذ 2016. من فراد البحث عن كونيا ماذا هنالك ماذا هنالك؟ لا لا لمسته لا 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 اسمه إيرنان إسماعيل غالين. كذلك رافينيا كوتينيو فيزيائية، يعني أهل الاختصاص يعرفون ذلك. تلقى الصفراء الثانية اللي هو إيمرسون وطرده من أجل طرد إسترادا. حارس أليسون إستوبينيون والكرة سلامة من قبل اللاعب بريسيادو 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 التوزيع عبر 10 لاعبين في كل تشكيلة لمدة 70 دقيقة. هنا خطأ ضاعت الكرة هذه والانطلاقة من بلاتا. بلاتا عنده الكرة الآن تلعب على الجهة اليمنى. بلاتا استلم بلاتا الكرة مع بلاتا رجعت له مرة ثانية يبحث عن بلاتا وعن كايسيدو في الركنية. إستوبينيان كرة خارجة بالراس الدفاع يتدخل دايما على الجهة اليمنى يلحق عليها رافينيا. رافينيا من أمام المدافع بعيد الأمام بعيد الأمام بعيد الأمام وأليسون يا بياني يا فالنسيا كيف كيف دخل من المباراة با 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 بطاقة حمراء. زال النقاش. إيكابي ماذا تفعل يا إيكابي؟ صفرة صفرة يهز في راسه بطاقة حمراء. إستوبينيون وبعيد الكرة هذه خلف بحثا عن هدف التعديل في وقت دخل داني الفيش. داني الفيش الكرة على الجهة اليمنى. اي 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 داني تياغو سيلفا كان في المكان المناسب تلعب من هنالك. داني الفيش يدخل بريسيادو. هاي صعبة بريسيادو 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 فريد كرة بعيدة تغطية دفاعية وخطأ يصفروا حكما مبيادو بريسيادو بريسيادو كرة بعيدة الأمام من أليسون توصل لبلاتا كرة خطيرة. بلاتا مازال بلاتا المراوغة با 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 رائعة. إستوبينيان والكرة المرفوعة مرة ثانية والدفاع خرجها بالتهاطل حسب ما أشاهد لباس الجماعة في المدرجات. بلاتا موجود على الجهة اليمنى. بلاتا يحاول يمر بلاتا لم يمر يرجع لكايسادو لمحاولة المرور. ميليتاو دانيال فيش قريب الضغط العالي إكوادوري تترك وحده. هذا كونيا يفعل العجب بمدافعي أيمن. مازال كونيا راح يو يو حاول يمر بلاطا راح يمر راح يمر راح يمر راح يمر دخل بلاطا كرة عادية الجهة اليسرى إستوبينيان والتوزيعة بعيدة في القائمة الثانية. فريد فريد يحاول يمر فريد مازال وفي ألكساندرو كبكري. داني الفيش كرة ممتازة للتسديدة دفاعية من هنالك. فريد مازال ثاني بطاقة صفراء إذا استثنينا البطاقتين. جدا خطيرة وصعبة ومرفوعة بشكل رائع وعنده ماركينيوس وعنده تياغو سيلفا أعتقد بأنه لا يخاف من الأقوياء في الخلف في العمق. فينيسيوس جونيور كرة لم تمر تسترجع فالنسيا راحت لبلاتا
فيه الحكم أوه رائعة فالنسيا فالنسيا الكرة بعيدة ما زال فالنسيا وإسترادا فالنسيا واحد اثنين ثلاثة الثلاث لاعبين فينيسيوس ما زال ما زال رائعة من فينيسيوس جونيور في 2006 أنا ذاك كان فينيسيوس جونيور عمره 6 سنوات شوف أنا أخطأ وأخطأ أمام المنتخب يبحث عن التأهل والكرة في الخطأ مرة وإيدير ميليتاو الكرة مرفوعة القائمة الثاني ستوبينيان التوزيع مرة ثانية رائعة وفي اتجاه الحارس الكرة في الركنية مرفوعة في القائمة الثانية بعيدة كثير تغطية دفاعية من خسيرة لحد الآن في المباريات 13 هنا بلاتا يتفوق بهذه الكرة من أمام ألكسندرو الحكم نص تقريبا كونيا لم يقدر على كازيميرو مرة ثانية كازيميرو عرضية ولكن بعيدة يا كازي البرازيل يطيح به لأول مرة في التصفيات ويضع قدم كابي بعيدة ميني كابي بلاتا استلمها بلاتا ما زال من أمام أليكس وفيليكس توريس توريس والبحث عن الكرة البعيدة حبيبا غاسيوس لكونيا أولولا وكونيا يتقدم كابي بيسراه هرب من هنالك استوبينيان التغطية دفاعية وليس هناك خطأ الحكم قريب من اللقطة دانيال فيدور كولا في الوسط من عند غوريزو راحت لكايسيدو عن البحث عن راس توريس على الجهة اليمنى بعيدة يا استوبينيان بعيدة إقحام كرة خطيرة كرة خطيرة والتوغل كرة خطيرة أوي استوبينيان يسقط والكرة يلحق عليها المدافع بريسيادو دخل بريسيادو بلاتا كايسيدو كرة جول كايسيدو عرضية الدفاعية كرة ممتازة تغطية أخرى من كاسيميرو مرة ثانية بعيدة خطيرة استوبينيان يا جول خرجت 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 من التسلل صار هو القلب النابض أفضل بكثير من راد كاسيميرو كاسيميرو الكرة بيننا كاسيميرو مرة ثانية المخالفة ولكن بعيدة استرادا والانطلاقة مرة ثانية في خطأ هنا لصالح رافي المخالفة نفذ خطيرة كازيميرو اتجاه اللاعب غونسالو بلاتا التوزيع من كايسيدو يضعها استوبينيون والدفاع يدخل ويخرجها جونيور ما زال يدخل جونيور والتغطية الدفاعية من جول وبلاتا جول با 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 دي حارس بريسيادو 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 انطلق على الجهة اليمنى زاد في السرعة بريسيادو يبحث كرة في وسط الميدان بلاتا يسترجعها يرسل كرة يخلي مكانه لجابرييل جيزوس مباشرة لجابرييل كونيا عنده الكرة الآن بعيدة راح اليسرى يلحق عليها استوبينيون والتفوق رائع من فاصل كرة صعبة كرة صعبة لصالح منتخب الإكوادور ودخول بريسيادو كونيا هرب كونيا راح كونيا هرب كونيا خروج رائع من فالنسيا 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 بروعة كوبينيا والدخول من هنالك عن طريق أنتوني أنتوني راحت في الوسط والانطلاقة صعبة هاي كرة جول هاي كرة جول التسديدة كرة صعبة بلاتا من هنالك تسديدة والدفاع بلاتا يدخل بلاتا ما زال عنده الكرة الآن حول مر بلاتا تفقد الأمل بلاتا بالرأس وجول بلاتا بالرأس وجول نتيجة المعركة الإكوادور وبرازيلية يفعلها توريس ويعدل النتيجة لمنتخب الإكوادور 1-1